الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إن هدف القتال عند المؤمنين هو التحرير، وهدف القتال عند الكافرين التسلط واستعباد الناس، وشتان بين من يحرر المستضعفين وبين من يستعبدهم ويتسلط عليهم. ولذلك غير الناس هذا المفهوم، غيروه كما غيروا أمورا كثيرة، فيزعمون أن الإسلام انتشر بالسيف. لا، الإسلام لم ينتشر بالسيف. ليس هدف الإسلام وليس هدف القتال في الإسلام إدخال الناس في دين الله. فالآية واضحة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وتحدثنا في ذلك. إنما هدف القتال في سبيل تحرير المستضعفين من النساء والبلدان. ولذلك الجيش الحالي في سوريا عندما حصل فيه انشقاقات، في فارق كبير بين من يقتل الشعب وبين من يدافع عن الشعب من قبل طغاة المتسلطين الذين تسلطوا عليه. الله سبحانه وتعالى يقول: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون متاع الحياة الدنيا الزائل ليأخذوا بدلا عنه ثواب الآخرة عند الله سبحانه وتعالى في جنة عرضها السماوات والأرض. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله صادقا محتسبا، من يقاتل في سبيل الله صادقا محتسبا أجره عند الله، فيقتل أو يغلب. فيقتل من يقاتل شرط، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا استشهد هذا الذي يقاتل في سبيل الله له أجر عظيم عند الله، وإذا غلب عدوه بظفره من الكفار له أجر أيضا عظيم عند الله تبارك وتعالى. فهو في كل حالين التي تكون في القتال، إما الموت وإما الحياة والظفر، يكون المؤمن قد أخذ شيئا عظيما، إما الشهادة التي تدخله الجنة مباشرة، الحياة الدنيا ماضية وسوف يأتيه أجله في أي وقت يريده الله، فإذا مات على الشهادة ضمن الجنة وغفر الله له ما تقدم من ذنوبه. فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم يأتي الاستفهام التشجيعي والتعجيبي: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، أي أي عذر لكم أيها المؤمنون ألا تقاتلوا في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين؟ لأن قال بعدها سبحانه وتعالى: والمستضعفين. ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. هذه الآيات تتحدث عن أهل مكة عندما هاجر المؤمنون، وبقي أشخاص لا يستطيعون الهجرة، النساء أو الأطفال، وكان يتحكم بهم المشركون ويقهرونهم، فأمر المسلمون أن يفتحوا مكة وأن يدخلوها. لماذا؟ ليتسلطوا على الناس؟ لا، ليحرروا هؤلاء المستضعفين من طغيان هؤلاء الطغاة الذين يمنعونهم من أخذ حريتهم في أن يستسلموا لرب العباد ويتحرروا من العبودية للعباد. إذن هدف المؤمن في الجهاد والقتال هو تحرير الإنسان من تسلط الإنسان، وخاصة المستضعفين الذين يتسلط عليهم المتسلطون. فكل من قاتل في سبيل إنقاذ المستضعفين أو الدفاع عن المستضعفين وتحرير هؤلاء المستضعفين من طغيان الطغاة الظلمة الفجرة فهو في سبيل الله، وكل من قاتل مع الطغاة الفجرة الكفرة هؤلاء الناس المستضعفين فهو والعياذ بالله تعالى
يكون تبعا للشيطان ويقاتل في سبيل غير الله، وسيكون والعياذ بالله تعالى مصيره. ولو سموه شهادة أو شهيدا وحض وضعوا عليه الأعلام الخضراء والصفراء فهو في جهنم والعياذ بالله تعالى، هو وأسياده الذين يأمرونه بقتل المؤمنين والمؤمنات. فهؤلاء المستضعفين في مكة كانوا يقولون عندما تشتد عليهم أمور، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. والناس الآن في سوريا، القرآن يفسر لنا في الواقع، الناس في سوريا يقول ربنا خلصنا أخرجنا، وفعلا هربوا عندما جاءهم القتل والعدوان، هربوا من بيوتهم عندما تخرب بيوتهم فوق رؤوسهم، هربوا منهم، هربوا إلى الشمال ومنهم إلى الشرق ومنهم إلى الغرب ومنهم إلى الجنوب. لماذا هربوا؟ لماذا هربوا؟ هربوا من الطغيان، هربوا لضعفهم، أخرجوا من أموالهم ومن بيوتهم. هذا هو الطغيان الذي يريد الله تبارك وتعالى من المؤمنين، أن يقاتلوا في سبيل تحرير هؤلاء الناس حتى يعودوا إلى أوطانهم وإلى بيوتهم. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا يتولى أمرنا ويصلح حالنا واجعل لنا من لدنك نصيرا، نصيرا ينصرنا ويسدد خطانا ويحمينا ويبعد عنا ظلم هؤلاء الطغاة. ومع الأسف يصدق بعض الجهلاء الكلام الذي يقال في وسائل الإعلام أن سبب القتل وخراب المباني هو هؤلاء الذين يحملون السلاح في وجه الجيش النظامي. أي نظامي؟ هل هذا جيش؟ هل هناك جيش في العالم يسمى جيشا لأمة وهو يقتل هذه الأمة وهو يخرب بيوتها فوق رؤوسها ثم يدعي الإرهاب؟ هذا هو الإرهاب، ما يفعله الظلم المتسلطون وجنودهم هو الإرهاب بعينه، لأنهم يقتلون الناس حتى يخضعونهم لسلطانهم. والأمم الفاجرة في خارج البلاد تسكت عن ذلك وتتخذ فرصة بعد فرصة. لماذا؟ من أجل أن يستسلم الناس أو يرضون بحكم هم يضعونه ثم يقولون هذه ديمقراطية. والمسلمون قد فقهوا وفهموا وتفتحوا أنهم لن يرضوا إلا بأمر الله وحكمه، ولن يرضوا إلا أن يتسلطوا من هؤلاء الفراعنة الطغاة وأذنابهم الذين ينفذون مخططاتهم في دول أخرى خارجية. ولذلك ما يشعر به بعض الناس أو ما يتقولونه أن هذه مؤامرة على سوريا خارجية، نعم مؤامرة دولية على سوريا، ولكن ليس على نظام الحكم في سوريا، إنما معينة لنظام الحكم في سوريا ضد الشعب السوري حتى يقتلونه ويخربوا بنيته التحتية ويخربوا أبنيته حتى يكون فقيرا تعيسا محطما الاقتصاد ذليلا أمام إسرائيل. فهؤلاء الذين يتصرفون هذا التصرف في قتل المسلمين هم ليسوا فقط كفرة، لا، الكفر أشرف منهم، هم خونة ومجرمون، وهذا أشد أنواع الكفر، أن يكفروا بالنعمة التي كانوا عليها من هذا الشعب المسكين الطيب يقتلونه بأسلحته. نرجو الله أن يحررنا من الطغاة والطغيان، والحمد لله رب العالمين، وسيكون هذا بإذن الله تبارك وتعالى.